وسلم كان يعني ما رؤي أنه يشتد في الدعاء كما اشتد يعني في معركة بدر، فكان يدعو حتى إنه رفع يديه إلى السماء هكذا حتى بان ما تحت إبطيه صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر يشفق عليه ويقول يعني الله سبحانه وتعالى وعدك يا رسول الله، لكنه يعطينا الدرس صلى الله عليه وسلم في أننا مهما كانت قوانا المادية فإن هناك القوى أيوة. الأكبر هي قوة الله سبحانه اطلب وتعالى، اطلب خلاقة المدد، قدرة، اطلب المدد. فنحن نلجأ إليه سبحانه ايوه وتعالى ونستغيث به ونستعيذ به ونلوذ به، فلا ملاذ إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك معركة بدر كانت معركة فاصلة في قضية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، فكان النصر جاء وطمأنت الأنفس، المطر نزل وسينة من النوم، يعني أخذ الصحابة رضوان الله عليهم أخذهم سينة أو أخذتهم سينة من النوم يرتاح. يعني أنت تعرف فكرة النعاس ديت أو النوم بتأتي لتجدد النشاط، كأنك أيوة. أنت خرجت من صحيح. مرحلة إلى مرحلة. ثم قضية المطر في أنها تثبت الأقدام في هذه البيئة، لأن المعركة كانت في هذا الوقت ليست معركة كما تدار الآن، إنما معركة على أرض على الأرض على مكان مزبوط. فيه كر وفيه فر وفيه يعني فارس وفرس وفيه دواب وفيه سيوف، فتحتاج إلى تثبيت الأرض تحت الأقدام. فنزل المطر ونزل وجاءت سنة من النوم، كل هذا التهيئة وإعطاء قوة لهذا العدد القليل من المسلمين في هذا الوقت. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة، دعوة محبة، دعوة مكارم الأخلاق، دعوة رحمة. كيف كان قرار الحرب؟ يعني أن يتحول الداعية إلى يعني قائد ميداني ويقرر الحرب، لأن الحرب في هذا التوقيت يبدو أنها كانت فاصلة وملزمة. في كل وقت وفي كل حين الأصل هو السلم والسلام. أيوة. ودعوات السلام في القرآن الكريم كثيرة جدا جدا، حتى إنها في حتى في في تحقيق السلام النفسي والسلام المجتمعي والهدوء والطمأنينة، هذا متحقق حتى في هذا الشهر الفضيل على طوله، لكنه سيأتي في ليلة سترى بأن النفس يعني مطمئنة بما أدت ومطمئنة بهذه العبادة. في قول الله سبحانه وتعالى عن ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر، فقضية السلم هي الأصل، ومع ذلك لا ينبغي أن يكون هذا الأصل يعني أن نترك كل من هب ودب يأكل في مقدراتنا ويعتدي على حدودنا ويقوض قدراتنا. لا، نحن سندافع عن أنفسنا، سندافع عن أنفسنا في كل التفاصيل، وإن جنحوا للسلم تجنح له، لكن هذا في الحقيقة هو حفاظ على السلم. أيوة. ولذلك الجهاد أو القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى هو مطلب نبيل وشريف، وهو مطلب مغلف بالأخلاق. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن نفسه في كل تفاصيل المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان ينهى عن أن يكون الإنسان متعديا، لأنه القرآن الكريم يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، لا تتجاوز الحد، وإنما قاتل وحارب من يحارب، واقتل من يقتل من يقاتل. لكن إذا كان هناك أشخاص لا يقاتلون، فهؤلاء هم في مصطلحنا المعاصر يعني نطلق عليهم المصطلح المدنيين، هؤلاء لا علاقة لهم بالحرب، إذن لماذا نعتدي عليهم؟ ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الأطفال وعن قتل المرأة لأنها لم تكن تحارب في هذا الوقت، وعن قتل الشيخ الكبير وعن قتل الراهب، وأيضا قابل الفدية في الأسرة، في الأسرة فيما بعد أن وضعت الحرب أوزارها كما قال القرآن الكريم. لكن صلى الله عليه وسلم حتى في قضية مثلا البيئة لم نهى عن قطع الأشجار
ونهى عن هدم البيوت ونهى عن هدم الآبار وهدم الأنهار التي تجري. إذن أنت تدافع في منطقة الدفاع حيث كان الدفاع موجه لتحقيق أهداف معينة، لكن أن تكون متعديا هذا ما نهى عنه القرآن الكريم. لكن يستوقفني في معركة بدر موقف يحتاج إلى أن نقف معه بعض الوقت، وهو سيدنا الحباب بن المنذر رضي الله عنه من صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل المسلمون في مكان معين من أرض بدر وهي تبعد عن مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما بسبعين كيلو تقريبا، لما نزلوا في منزل معين فجاء الصحابي الجليل هذا رضي الله عنه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوار هادئ يحتاج إلى أن يحلل هذا الحوار. جميل، هذا الحوار الهادئ الذي